خلي يحيى، خلي يحيى. صحيح اللي قالته لي ست صديقة يا خالي. ايه؟ هتجوزني معبد؟ بعتني؟ بعت ابنك يا خالي؟ تبقي انت برضه يا مليكة، ما ترضينيش انك تعيشي على ذكراها. في كل الاحوال نسيبك الجواز. وانا مش عاوزه اتجوز يا خالي. معبد طيب وشارق صحيح، بس اطيبهم هيصودك ويحافظ عليكي. انا مش لحد غير رضوان، ولا عمري كنت لحد غيره، ولا هبقى لحد غيره يا خالي. ومحدش هيلمسني. انا ليك افهمي، ده امر السنوسي بعد شروط المأمور، وكلنا وافقنا وقتها. ما ينفعش نرجع في كلامنا بعد ما قلنا امين. فهمت سخط دماغ؟ هو ماله مال حياتنا؟ بيقول ان هو عايز يساعدنا. مش ده اللي كان في كل مره بيقتلوه؟ الحال غير الحال، ربك بقى اعلم باللي في الصدور، وجايز اللي في نيته فيه الصالح لينا. انت شايف اللي بيحصل ده في الصالح يا خالي؟ تيجي صالح ان شاء الله، تيجي صالح.